ايه ده؟ ايه ده بقى ان شاء الله؟ وانا كل يوم اصحى على مزيكه مورتال كومبات دي؟ حبيبي انها التاكوس عندنا في توكوشيما. طب معلش يا سيبيني سيبيني اعمل نص ساعه كمان. اقول لك صحيلي بتوقيت توكوشيما. يلا قوم فطار جاهز. ادي عيون في الكون انا شفتها، الله عليك الله على سحرها. النبي تعكس توكس. لا هوشي ما تحكميش على حد من اول يوم، يعني انا من النوع اللي صوتي بيحلو مع الايام. فرحانه موشفة هدهد حبيبي. ايه ده حبيبتي؟ انا ماليش في الابيسايزر، خش عليا بالاكل على طول. هو ده الاكل؟ هو ده الاكل؟ وانتي بتعمليني على قد فلوسي؟ فين يا ماما المحمر والمشمر والحمام؟ اكل الصباحيه يا هوشي. صباحيه مباركه يا عرسان. يلا يا حبايبي يلا عشان تاكلوا كده. امسكي يا حبيبي. عنك يما، هو ده الاكل؟ شيل شيل الدواء بتاعها ده. هات يا حبيبي. هو ده اكل الصباحيه اللي تربينا عليه؟ شايفه انا صارف ومتجوز عشان اللحظه دي. لا لا تاكل يا هوت هوت، فهو طعم غير صحي وانت مش ناقص. نعم يا حبيبتي غير صحي ليه؟ حد قالك ان انا ما بغسلش ايديا وانا بطبخ ولا ايه؟ اقصد انه طعم مليء بدهون غير مشبعه. لا يا حبيبتي كلي براحتك، ولو ما شبعتيش انا اجيب لك تاني. لا انا لم اكل من هذا الطعم ولا انت ايضا. حاضر يا حبيبتي حاضر. حاضر؟ حاضر في عينك. جرايه يا اخويا، هي هتمشيك على مزاجها ولا ايه؟ لا يا حبيبتي بقول لك ايه، الكلام ده ما ينفعش عندنا. ما هذا يا حوت حوت؟ انها الحمه المصريه يا حبيبتي. اهدي بس يا ماما، هي ما تقصدش. اهدى ده يا واد. بقول لك ايه، البت دي لو مش هتمشي تحت طوعك انت تطلقها، وانا هجيب لك ست ستها. اطلق ايه يا ماما؟ انا حيت اتجوزها؟ ده انا لسه ما عملتلهاش صيانه الالف حد. هي بس خايفه على صحتنا، عندها حق، السمنه بتجيب امراض وبتجيب حاجات متخلفه في العقل، عشان كده اليابانيين بيعيشوا اكتر مننا بكتير. يا اخويا تويتس ده انتوا المتخلفين. بقول لك ايه يا واد، جدك مات عنده 90 سنه وبسم الله ما شاء الله عليه، كان يمسك شوب السمنه البلدي كده ويقربعه كله على بق واحد. هي نص ضربه يا ماما، ايه اللي يقربعها على بق واحد؟ ايه اللي انت بتقوليه ده؟ عندها حق، السمنه بتتعب. ايوه خلاص بقى والنبي يا هوشي ما تكسفيش ماما، كلي اي حاجه صغيره. ساكل مصباح محشي واحد فقط. هي أكلتها ضعيفة كده ليه؟ أصلها نباتية. ما لو ما كانتش نباتية كانت كلتنا؟ كانت كلت الصينية. ناوليني الأبيسايزر ليتبطر على النعمة جوه.